بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. أرجو الإخوة أن يستمعوا جيدا إلى المواضيع وثم يفكروا فيها تفكير. في القرآن الحكيم الله تعالى يقول: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. يعني أنه إذا تتمكنون واحد واحد فكروا، إذا ما تتمكنون اثنين اثنين فكروا وبادلوا الكلام. قل يا رسول الله للناس إنما أعظكم بواحدة، يعني موعظة واحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. مثنى يعني اثنين اثنين. إذا ما يتمكنون من التفكر وحدهم، وفرادى واحد واحد، أن تقوموا لله ثم شنو؟ ثم تتفكر. بس إن شاء الله هذه الكلمات تتفكرون فيها. إني أنصح الإخوة بأمور. الأمر الأول التقوى. دائما يجب على الإنسان أن يكون متقيا، دائما. التقوى يعني شنو؟ يعني لا يفعل المحرمات ويأتي بالواجبات، هذا يسمى بالمتقي. والمتقي الله معه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله قوى الكون بيده، إذا اتقيته الله يجعل قوى الكون مسخرة لك، تطيعه، تسمع كلامه، تصلي، تصوم، تحسن خلقك، تصيح، لا تستغيب، لا تؤذي الناس، تصوم، تحج، تخمس، هذه تسمى مجموعة بالتقوى. لا تفعل المحرمات، الزنا والعياذ بالله، العادة السرية والعياذ بالله، أعمال أخر، شذوذ جنسي والعياذ بالله، هذه كلها معصية الله. والله يعرف جيدا، يعرف، لأن الله دائما ينظر إليه، الله دائما يسمع إلى كلامنا، وهو السميع البصير، وهو عليم بذات الصدور. يعني في صدرك شنو يمر الله يعرف ويحاسب، مو بس يعرف، لأن حتى فكرنا تحت الحساب. فالإنسان واجب عليه التقوى. يقين قسم منكم مارين على المقابر. المقبرة يعني مكان شنو؟ مكان المحكمة. ولو أن الإنسان ما يشوف هذا الجسم تحت التراب، ما يشوف الروح، لكن هناك يحاكم الإنسان. ماذا قلت؟ ماذا عملت؟ ماذا فكرت؟ كيف رأيت؟ كيف سمعت؟ كيف تصرفت؟ كيف تحركت؟ كل هناك يحاسب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا. والله لا ينخدع، والله لا يخدع، يخادعون الله وهو خادعهم. يعني إذا أردت أن تخدع الله، الله يخدعك، الله أعرف منك بالخداع. يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. الله يقول أنا ما أدري. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذا عندك مكر الله ما عنده مكر، الله ما يعرف شلون يمكرك. دائما لقنوا أنفسكم التقوى. لقنوا يعني شنو؟ يعني أول الصبح من قمت من المنام قل في نفسك أنا رجل أتقي الله، أنا رجل أخاف الله، أنا رجل أعمل بأوامر الله، أنا رجل لا أؤذي الناس، أنا رجل لا أعصي الله. يوميا لقن نفسك هذا التلقين يوميا. وإذا أردت المنام لقن نفسك أيضا حتى تكون ملكة في نفسك. هذا الشيء تلقائيا يصبح ملكة في نفسك. إذا اتقيت الله أنت سعدت، إذا ما اتقيت الله أنت خسرت. الإنسان هو اللي يسعد وهو اللي يشقى، الله لا يسعد ولا يشقى. ذات يوم الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فوق المنبر في مسجد الكوفة قال: ما أحسنت إلى أحد قط، وما أساء أحد إلي قط. هذا صحيح. علي بن أبي طالب ما أحسن إلى أحد، علي بن أبي طالب ما أساء إليها أحد. قالوا: يا أمير المؤمنين ماذا قلت؟ ما أحسنت إلى أحد قط، وما أساء إلي أحد قط. قال: نعم. الإمام قال: ألم تقرأوا القرآن؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. أنا أحسنت إلى نفسي، والناس الذين أساءوا إنما أساءوا إلى أنفسهم. الإنسان إذا درس وصار طبيب منو يصير طبيب؟ هو لو جيرانه. الإنسان إذا درس وصار مهندس أو محامي أو معلم أو مدرس منو صار هذا؟ هو لو جيرانه. الإنسان إذا شرب الخمر وعربد وودوا للسجن منو ودوا للسجن؟ هو لو صديقه. الإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى إنما يحسن إلى نفسه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلا. دائما لتنسوا التقوى، دائما لتنسوا التقوى، دائما كونوا مع الله، دائما اذكروا الله. اذكروني أذكركم، يعني إذا ذكرتموني أنا أذكركم. الله إذا ذكر الإنسان شو يسوي له؟ يعطيه النعمة، يعطيه الراحة، يعطيه التقدم، يعطيه الثواب، يعطيه الجنة، يعطيه الدنيا، يعطيه الآخرة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. من جاء هذا النهار بالنهار؟ الله. من بالليل يأتي بالليل؟ الله. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. دائما كونوا مع الله، دائما في الشدائد والمشاكل توسلوا إلى الله، دائما في الرخاء والضراء التجوا بالله، دائما اطلبوا حوائجكم من الله. هذا يسمى شنو؟ التقوى. وفي القرآن الحكيم الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني بكل استطاعتكم اتقوا الله سبحانه وتعالى، بكل استطاعتكم اتقوا الله سبحانه وتعالى. هذا موضوع طويل وطويل، لكن نحن نقتصر على هذا الموضوع. الموضوع الثاني لعله مربوط بكم وبنا وبكل مسلم ومسلمة: الجهاد شأن إسلامي، وعلى الرجل وعلى المرأة، لكن الفرق الجهاد للرجل جهاد ابتدائي، والجهاد على المرأة جهاد دفاعي. فرق هذا. وحتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد لما انهزم المسلمون وبقي علي بن أبي طالب. فالمرأة تسمى نسيبة أيضا جاءت ودافعت عن رسول الله، والرسول قال بعد انتهاء الحرب ورجوع المسلمين وانتصار المسلمين على الكفار، قال الرسول الأعظم: لموقف نسيبة عند الله أفضل من موقف فلان وفلان. وتعرفون فلان وفلان الذين انهزموا مع المنهزمين، هذا يسمى بالجهاد الدفاعي. فالجهاد أكو جهاد ابتدائي للرجال، أكو جهاد دفاعي للرجال وللنساء. فروع الدين شنو؟ الصلاة، الصوم، الخمس، الزكاة، الحج، الجهاد. هذا على من؟ على الكل، جهادهم على الكل. الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، ثمانية التولي لله ولأوليائه، التبري عن أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء الأنبياء والأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، التبري عن أعداء هؤلاء. فالفروع الدين العشر للكل. نأتي الكلام في الجهاد. لعل الإخوة يعلمون هذا الشيء أو إن شاء الله يقرؤون هذا الشيء في المستقبل، وهو أن الحروب في الحالة الحاضرة مو مثل الحروب في السابق. الحروب في الحالة الحاضرة تطورت، وهذا مبحث مفصل وإن شاء الله تقرؤون في الكتب المفصلة، وإنما أنا أريد أن أوجز الكلام في كلمات. الحروب في الحالة الحاضرة تبنى على 4 أسس حسب آخر ما توصل إليه العلم الحديث والحروب الحديثة في العالم. أحد الأسس تسمى بالعملياتية. العملياتية يعني أعمال حربية، إقدام، إحجام، ثار، رمي الرصاص، التحفظ، السفير على اصطلاحهم، كواليس، الأشياء المعروفة. هذا تسمى بالعملياتية، هذه أحد الأسس للحروب. الأساس الثاني اللوجستيكية، لوجستيكي على اصطلاح الحديث. اللوجستيك يعني شنو؟ يعني الاتصالات الهاتفية، اللاسلكية، السيارات، الشاحنات، الطائرات، الباخرات، هالأشياء التي تسهل الحمل والنقل وإيصال المؤن إلى الجيش وأخذ المجروحين إلى مستشفيات. إذن يسمى بالأعمال اللوجستيكية. هذا الأساس الثاني. الأساس الثالث في الحروب الاجتماعية. الاجتماعية يعني شنو؟ يعني وراءك وأنت تريد أن تحارب يجب أن يكون الاجتماع ككل حتى تنجح. يعني أنه لنفرض أننا أردنا أن نحارب مع الاتحاد السوفيتي أو مع أمريكا، هؤلاء الذين يعتدون علينا في لبنان أو في أفغانستان أو في أي بلد آخر، لازم يكون وراءنا الاجتماع. الاجتماع يشجعنا، الاجتماع يزودنا بالمؤن، الاجتماع يسوي دعاية إلنا، الاجتماع يأخذ أمام المخربين حتى لا يخربوا علينا. لازم كل الاجتماع يكون معنا. هذا بعد ثالث في الحروب، البعد الاجتماعي. إذا الاجتماع مو معك ما يدافع عنك. إذا ذهبت إلى داره وأنت هارب يسلمك للسلطة، إذا وأنت مريض ما يوديك للمستشفى، ما يضمك في البيت، ما يجيب لك دكتور، فأنت شنو تصير؟ تفشل إذا ما معك الاجتماع. هالأشياء الإنسان يجب عليه أن يهتم بها أكبر اهتمام. الاجتماع الاجتماع، لا تنسون الاجتماع. أنا ما أردت أن أبين الآن الخصوصيات الحربية في الكتب موجودة إن شاء الله تقروه في المستقبل وتطالعوه. لازم يكون عندنا الاجتماع. لا تقول هذا مو مهم، لا تقول فلان إنسان شنو قيمته، لا يقول الإنسان فلان إنسان ما إله دخل، لا، هل إنسان إله دخل؟ هل إنسان الواحد له دخل؟ هل إنسان الواحد ينقذك أو يرديك أو يردي جيش؟ أكو مثل، أكو كتاب، إذا صار عندكم فرصة في المستقبل اقروا هذا الكتاب، لكن قراءة تفهم، اسمه كليلة ودمنة، كتاب جدا جميل عن لسان الحيوانات موضوع هذا، حتى أنا أبين لكم هذه القصة حتى تعرفوا الاجتماع يعني شنو. يقول فرد أسد كان جائع، قصة خيالية لكن الحكمة صبها في هذه القصة الخيالية الوضع لها. يقول أسد كان جائع فوصل إلى فار، أخذ الفار ليأكله، الفار قال لا تأكلني لأني لا أملأ حتى الزاوية صغيرة من بطني. أسد يحتاج إلى أن يأكل فرد ثور حتى يشبع، فار صغيرة شنو فائدتها؟ الفار قالت وإني سأنفعك في المستقبل، شاهدني في هالكلمة. الأسد ضحك، أقلق الفار، قال صدق متشبعني حتى مو لقمة أنت لي، لكن ضحكي أنك قلت سأنفعك في المستقبل، شلون تنفعني في المستقبل؟ قال هاي شلون أنفعك؟ فرد يوم يأتي حتى أنفعك أو ما أنفعك شوف. انتهى القصة. بعد سنوات من الصدف أن الصائد كان وضع الشباك والحبالة لصيد الأسد، فصاد الأسد، الحبالة تعلقت بعنق الأسد، بيده الأسد، برجل الأسد، بجسم الأسد، لا يتمكن يتحرك حتى يأتي الصياد ويأخذه. وإذا الفارة الصغيرة تبينت قالت تذكر أنا ذاك اليوم قلت لا تأكلني وأنا أنفعك؟ قال إيه شنو نفعك؟ قال الآن تشوف نفعي. فأخذت تقرض الحبال بأسنانها، الحبال انقطعت، الأسد شنو صار؟ إنسان لازم دائما يراعي الاجتماع. ليه تقول هذا صغير؟ ليه تقول هذا ما يفهم؟ ليه تقول هذا شايب؟ ليه تقول هذا شنو فائدته؟ دائما تحفظوا على الاجتماع، دائما. الخطيب الناجح والذي يحفظ على الاجتماع، إمام الجماعة الناجح والذي يحفظ على الاجتماع، الحاكم الناجح والذي يحفظ على الاجتماع، التاجر الناجح والذي يحفظ على الاجتماع. دائما كونوا مع الاجتماع في جهادكم، دائما. قد تقولوا لا فلان إنسان أهاننا خليه هنا مو مهم، فلان إنسان سبنا خليه يسبك مو مهم، فلان إنسان ما دار لنا بال خليه يدير لك بال مو مهم. الآن كنتوا تلطمون على من انتوا؟ على سيد السجاد. السيد السجاد يقول في دعاء مكارم الأخلاق اللهم سددني لأن أعارض من غشني بالنصح، هو يغشني أنا أنصحه، وأجزي من حجرني بالبر، هو يهجرني أنا أروح إلى بيته، وأثيب من حرمني بالبذل، هو يحرمني ما يعطيني أنا أعطيه، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، هو يغتابني أنا أذكر الحسن مالي. عيسى عليه الصلاة والسلام كان يمر مع جماعة من تلاميذه فوصلوا إلى كلب ميت منتفخ متهرش متهرئ يسيل قيحا ودما وعفونة، كل أصحاب عيسى أخذوا خشمهم خشم، قالوا عيسى عليه الصلاة والسلام كل شيء ما قال. قالوا يا روح الله أنت ما قلت شيء. قال نعم إني أرى أسنانه البيضاء، يعني شوفوا النقطة الزينة في صديقك، في اجتماعك، في أبيك وأمك، ليش شوف النقطة السيئة؟ قال أما أنا فأرى أسنانه البيضاء، لأن شفافه كان كالحة، رايح نازل جوا من تعفن والبقاء مدة طويلة، فأسنونه كانت متبينة. شايفين البق شايفين الضباط؟ جسمك كله نظيف وطاهر وانت طالع من الحمام ومليف ومصبن. احنا اكو فرد جلطة صغيرة او فرد بثور صغير او فرد قيح قليل، هذا الذباب يجي يفتر يحط هنا. روح على هالجسم النظيف من راسه الى رجله، شعره، عينه، اذنه، لسانه، يده، رجله، ملح الا يحط على هالموضع الوسط. هذا ينفسر الاجتماع. قسم من الشباب يقولون لا ما يفهمون، هذا اللي قال ما يفهمون هم يقولون هذا ما يفهم. هذا هو. وجزاء سيئة سيئة، الفعل ورد الفعل. ضربت الكرة على الحائط شو يصير؟ فالحرب مو معنى فقط الإنسان يتعلم على البندقية ويروح. الحرب معناه أنك كيف تجيب الاجتماع معك، حتى إذا كنت 10 صرت 20، صرت 20، صرت 1000، صرت 1000، صرت 2000. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمانه استولى على 9 دول، ومن الصدف دولكم انتم: الكويت، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، قطر، مسقط، اليمن الجنوبي، اليمن الشمالي، الحجاز، وإلى الأردن. النبي استولى عليه، وكل حروب النبي في ظرف 10 سنوات كما تعلمون، يعني في مدة قليلة. النبي شاهدنا في التصاعد النبي الحربي، هذه الكلمة والاجتماع، هذه الكلمة شاهدنا. النبي صنع 3 أشياء في 1000 شيء اللي صنع، 3 أشياء محل شاهدنا. الشيء الأول الحدود الجغرافية النبي أسقطها، كلها صارت شنو؟ دولة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. الآن المسلمين كم أمة؟ 50 أمة، الأمة الكويتية والأمة العراقية والأمة الإيرانية، وكل مكان لتدخل كل مكان لتخرج. إنما المؤمنون إخوة، لكن الآن المسلمون إخوة. العراقي في إيران يبيع له حوش، الإيراني في السعودية يطوي حوش، السعودي في مصر يطوي حوش، يتزوجون منه، يشركوا في أعمالهم، يجعلوا منه رئيس له. فالنبي جعل كل المسلمين إخوة. أبو ذر العربي، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، بلال الحبشي، كلهم إخوة. خلاص، هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث النبي طبق القوانين الإسلامية: قانون الحريات، قانون العقوبات، قانون النكاح والطلاق، سائر القوانين. هذا مفصل، ما كان كلامنا في كل هذا الشيء. واستولى على 9 دول في زمانه. المهم أن النبي تصاعد عسكريا، كان كلامنا في هذا الموضوع. يعني شنو؟ يعني الحرب الأولى للرسول الله حرب بدر 300 إنسان، الحرب الثانية 600، الحرب الثالثة 1400، الحرب الرابعة 2000، الحرب الخامسة 3000، وصل إلى فتح مكة 10000، بعد مكة راح إلى الحنين 12000، بعد الحنين راح إلى تبوك 30000، بعد تبوك راح إلى الحج 180000. شوف التصاعد، لأنه كان يلاحظ الاجتماع، لأنه كان إذا فتح مكة وأهل مكة حاربوه 20 سنة، مع ذلك شنو يقول لهم؟ يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء روحوا. والذي حاربه 20 سنة وهو أبو سفيان، 20 سنة حرب مع رسول الله بالسيف والقتل والإهانة وكل شيء. مع ذلك النبي لما ورد مكة قال: من دخل دار أبي سفيان. إحنا الصورة تمكن النبي ينمو الحركة العسكرية. الحركة العسكرية من مقوماتها الاجتماع، لازم الإنسان يلاحظ هذا الشيء. 3 أشياء قلنا من الحرب. الشيء الرابع التكنولوجيا، التكنولوجيا الحديثة. لكن إذا معك تكنولوجيا والعملياتية واللوجستيك وما معك اجتماع يفيد؟ واضح. في الحروب العالمية كلهم يلاحظون هالأشياء، يعني لوجستيك، تكنولوجيا، العمليات، بس شنو الناقص مالهم؟ وهذا ناقص عندنا نحن المسلمين اليوم، لا تنسون هذا الشيء. وإذا ما كان معنا اجتماع لا نتمكن أن نتقدم. دائما لاحظ الاجتماع، دائما لاحظ الاجتماع، دائما انظر إلى هدفك، شنو يقدمك في هدفك. الإنسان لازم دائما يشوف الهدف. هدفنا شنو احنا؟ حكومة 1000 حسب الإحصاء الأخير اللي شفته في خريطة جديدة، المسلمون في العالم 1500 مليون، 1500 مليون. لكن مع الأسف الشكل مشتتين، هناك أمريكا تعمل، هناك فرنسا تعمل، هناك بريطانيا تعمل، هناك روسيا تعمل، هناك الصين تعمل، هناك هولندا تعمل، مشتتيهم، مفرقيهم، ضاربيهم، نفطهم يأكلوه، هم بلادهم متأخرة، بلادهم متحطمة، بلادهم كذا، لأنه لا يعملون كما قاله الرسول وكما عمله الرسول، رسول الله أسوة. يعني شوف النبي شنو قال، شنو عمل، اعملوا كعمله، قولوا كقوله، اهتموا كما هو عمل حتى تنجحوا. الشيء الأول كان كلامنا في التقوى، الشيء الثاني كان كلامنا في شنو؟ في الجهاد، وأنها مبنية في هذه الأيام، الحروب مبنية في هذه الأيام على 4 دعائم. هال 3 دعائم أنتم تعلمونها وتعرفونها. المهم هذه الدعامة اللي أردت أن أقولها، الاجتماع، الاجتماع. لاحظوا شوفوا اللي شنو اللي يجيب الاجتماع لكم. فرد واحد، هم قصة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرد واحد كان هذا كلش كبير في مكة، اسمه صفوان ابن أمية، وهذا وزير حرب الكفار، وزارة الحرب، وزارة الدفاع بيد هذا الرجل صفوان ابن أمية. النبي لما فتح مكة عفى عنه، 20 سنة يحارب رسول الله، وكوزير دفاع النبي قال له معفو عنه. بعدين النبي أراد أن يستقرض منه لحرب حنين الدروع، درع. النبي السلطة أدوا بالقوة يتمكن يأخذ منه، وهو هيج أمام رسول الله، خلاص بعد الحكومة السابقة زالت، سقطت. النبي قال هل تعيرنا دروع؟ لكن رجل ملتفت يفهم، يجب أن يكون أسوة. توجه شاف صفوان واقف ويتفرج على هذه الآباد، قال هل ترغب يا صفوان في الإبل؟ طبيعي كل واحد يرغب في الإبل. قال لصفوان 10 من الإبل اليوم هم لها قيمتها، ذاك اليوم كل شيء عند العربي الإبل، وذاك اليوم يعني الإبل الواحد يعني شنو؟ يعني سيارة مرسيدس أو بنز، ذاك اليوم هذا معنا بعد سيارة. قال لك 10، كتروا له 10، قال و10، الرسول قال اعطوا 10 ثانية، قال و10 اعطوا 3، قال و10 اعطوا 4، قال و10 اعطوا 5، و10 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 حتى انتهى كان 100 من الإبل، 100 سيارة بنز. هذا تبرع لك. هذا قال أنت رسول الله حقا حقا، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم رجع إلى مكة، أهل مكة كفار ولو مكة مفتوحة لرسول الله، قال يا صفوان أصبوت، صرت يعني مسلم؟ أنت رجل شيخ كبير، رئيس عشيرة، حاربت هذا الرجل 20 سنة، هسه أسلم؟ قال كيف لا أسلم، رأيت عفوه، رأيت صفحة، رأيت أمانته، رأيت صدقه، رأيت كرمه، هل يمكن أن يكون غير نبي؟ يعني الإنسان لازم يدني أشياء للتعليم وللتعلم وللأسوة إذا أردنا التقدم، مو أنه قصص. لعلكم في مختلف بلاد الجزيرة وغيرها والخليج سامعين كثير من هالقصص، لكننا هل تعلمنا لنعمل هذا الكلام؟ لازم يكون هذا كله في ذهننا إذا أردنا التقدم. إن شاء الله لازم يوم يأتي، وإن شاء الله أنتم كلكم أحياء بإذن الله سبحانه وتعالى، وأيضا أنا طلبت من الله أن لا أموت حتى أرى هذا اليوم، حتى أنه في كل بلاد الإسلام نطفر اليوم مظاهرات من جاكرتا إلى داكار، كل يصير مظاهرات حتى يرجع حكم الإسلام، حتى نسافر من الرياض إلى طهران إلى بغداد إلى داكار إلى القاهرة إلى دمشق إلى الدار البيضاء وإلى وإلى، وكلها نحن في بلادنا. لكن هذه المقدمة تحتاج، هذا تحتاج إلى المؤهلات النفسية. الرسول رجع عن حرب تعلمون الحرب فيها خوف وعجاج وقتل وسفك الدماء والجوع وعطش وغبار والشمس وحار والسهر، تعرفون حرب شنو معنى؟ هذول محطمين مهشمين راجعين عن حرب. الرسول قال لهم مرحبا بقوم رجعوا عن الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قال مرحبا بقوم اللي رجعوا عن جهاد أصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قال يا رسول الله أكو أكثر من هذا الجهاد؟ قال نعم، إنه جهادك مع نفسك، فإن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبه. مؤهلات نفسية لازم، وإحنا إصرار مع المؤهلات النفسية، لازم يكون عندنا مؤهلات نفسية: أمانة، صدق، وفاء، حياء، مروءة، إنسانية، تعاون، جمع الكلمة، حتى الله يعرف من نياتنا ذلك فيؤيدنا. الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول إحنا شلون تقدمنا هالجماعة القليلة في زمن رسول الله. يقول الإمام: فلما عرف الله منا الصدق أنزل علينا النصر. الله عرف أننا صادقون، أننا مجاهدون، أننا ما نجاهد لأجل بطوننا وفروجنا والدنيا وزينتها وزخارفها، وإنما نجاهد في سبيل الله. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لا يخافون لومة لائم يعني شنو؟ يعني كل مجاهد يصيبه لومة لائم. أبو فرشي يقول، أم فرشي تقول، أخو فرشي يقول، أقرباء فرشي يقولون، الاجتماع فرشي يقول، الوش هالشكل، طويل، قصير، عريض، والإشاعات اللي ممتلئة الدنيا. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الإمام المؤمن يقول: فلما عرف الله منا الصدق أنزل علينا النصر. إذا صدقنا نحن الله ينزل علينا نصره، لا شك فيه، لأن الله صادق. إن تنصروا الله يكذب الله والعياذ بالله، أبدا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أشعلوا له نار جدا كثيرة وأرادوا أن يلقوه في النار، جاءوا بفرد آلة مثل مدفع يسمى ذلك اليوم بالمنجنيق، وضعوا إبراهيم مكان طلقة في فوهة المدفع حتى يرمي بإبراهيم، هذا الذي تسمى بالمنجنيق، حتى يرموه في وسط النار. والنار كبير، نار لعله فرسخ نار مسوي، لأن نار حقد مو نار واقعي، في قصة طويلة ما علينا. جاءه ملك السحاب وإبراهيم في فوهة المدفع، قال: هل أن أأمر السحاب بأن يمطر على النار فينطفئ حتى لا تحترق؟ أما إليك فلا حاجة لي. جاءه ملك الهواء: هل أسلط الريح عليهم؟ جاءه ملك كذا، جاءه ملك كذا، يقول: أما إليك فلا. جبرائيل جاءه قال تأمرني بأمرك؟ قال لا. قال عندك حاجة حتى أروح أقول لله سبحانه وتعالى؟ شاهدنا في هالكلمة. قال إبراهيم علمه بحالي كفى عن سؤالي. رموا إبراهيم في الهواء بعد ما نزل على النار، مثل المدفع لازم فرد مسافة يروح حتى يلقى. بمجرد أن رموه الله سبحانه وتعالى قال يا نار كوني بردا. إبراهيم وقع في النار وكله صار بارد. وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا انتهى إلى هذه الكلمة إبراهيم كان يتجمد، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله كل شيء بيده. وإذا هالصحراء الممتلئ نار كله صارت أزهار وأشجار وأنهار. هذول جالسين نمرود جماعة جالسين من فوق جبل يباوعوه. إبراهيم شافوا فرش غريب صار أصلا. الله كل شيء بيد الله، لكن الإنسان صادق لازم يروح أمام الله تعالى، لأن الله تعالى يعلم ما في الصدور. أيضا إن شاء الله ما تنسون أمران: الهدف إقامة حكومة كل المسلمين في العالم بإسقاط الحدود الجغرافية، بإرجاع الأخوة الإسلامية، بإرجاع القوانين الإسلامية كما عمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الهدف يحتاج إلى التقوى حتى الله ينزل نصره عليك، وإلى الجهاد بالأمور الأربعة والتي اهتممنا عليها من الأمور الأربعة الاجتماع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا يوما يحقق هذا الهدف. قسم من الناس يصورون هذا هدف بعيد، لا مو بعيد. هذا الهند نفوسها الآن 900 مليون، كم حكومة؟ حكومة واحدة. الصين نفوسها الآن 1300 مليون، كم حكومة؟ حكومة واحدة. بينما أنا أذكر قبل سنة 47 المسيحي، أنا أذكر كانت الهند 600 حكومة فيها، والصين حكومات كثيرة. ما أدري كم حكومة. هند أدري، الصين ما أدري. وفي السنة 47 48 يعني قبل 37 36 سنة استقلت الهند والصين بجهاد المجاهدين، بفعالية الفاعلين، بمثابرة المثابرين، بالصبر الصابرين من أهلهم. فإذا قلنا ترجع حكومتنا حكومة واحدة إسلامية، معناه أننا أخذنا هذا الشيء من القرآن الحكيم. والله ينصرنا ومن ورائنا الله، والله من ورائهم محيط. الله من ورائنا لا شك فيه. أما هذا اليوم على قول الشاعر يقول فتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر. هنا أمير المؤمنين ومنبر، هنا أمير المؤمنين ومنبر، هنا أمير المؤمنين ومنبر، هنا اللواء وعلم، هناك علم، هناك كذا، هناك حدود، لتدخل لتخرج، من بلدك أنت أجنبي أنت كذا. هذا لازم كله يروح. ونرجع إلى القرآن الحكيم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا كرامة الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.